كم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير، واهلا بكل اللي بيتابعوني لاول مره على القناه لاول مره بيتابعني. معاكم غاده. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم افكار لتوزيعات عيد الاضحى. طريقتها سهله جدا زي ما انتم شايفين على شكل شنطه، تقدروا تحطوا فيها العيديه والحلويات اللي حابين توزعوها على الاطفال في العيد. كل اللي هنحتاجه علشان ننفذ الفكره دي، هحتاج ورق فوم ساده. ورق الفوم لو انتوا خارج مصر هتلاقوا اسمه ايفا او ابرو. ورق الفوم فيه منه نوعين، هتلاقوا النوع اللي هو الجليتر والنوع الساده. انا فضلت مع الفكره دي اللي هو الفوم اللي هو الساده. في منه اللي هو الحجم الكبير زي ما انتوا شايفين كده، لو انتوا تعملوا توزيعات بكميات كبيره اختاروا اللي هو الحجم الكبير. وفي منه اللي هو الحجم الصغير، هتلاقوا الدسته فيها 10 ورقات بحجم صغير A4. اختاروا الحجم اللي انتوا حابينه. وهنحتاج فوم ابيض وبني جليتر علشان نبدا نعمل بيها الخروف، والاساسي معانا طبعا مسدس الشمع. لو انتوا ما عندكمش مسدس الشمع ممكن تستخدموا لزق اليوهو، كنت عملت لكم عنه فيديو قبل كده. لزق قوي جدا وبينفع مع الفوم. اول خطوه هجيب ورقه بيضاء، ممكن تجيبوا ورقه من اي كراسه بيضاء عندكم. بعد كده هنبدا نرسم عليها الباترون. هنرسم اول حاجه مستطيل مقاس 15 سنتي 7 سنتي، بعد كده هنبدأ نحدد من الجزء ده 4 سنتي، هنطلع بخط مايل كده مقاس حوالي 7 سنتي. يعني ده طوله 15 سنتي 7 سنتي. وهنقسم من هنا الجزء ده حوالي 4 سنتي، والجزء ده هيبقى حوالي 7 سنتي. بعد كده هنوصل الجزء ده بده، وهنجيب اي مسطره مدوره عندنا او اي حاجه مدوره فيها دوائر صغيره بالشكل ده، وهنبدا نحطها على الطرف كده، وهتبداوا ترسموا دوائر متصله جنب بعض. هنجيب منقلة او اي حاجة مدورة عندنا هنا، مثلا زي سي دي او اي حاجة مدورة موجودة عندكم، وهنبدأ نحطها كده، وهنبدأ نرسم خط بالشكل ده. هنبدأ نقص الباترون دوا. بعد ما قصينا الباترون هنبدأ نفرغه على ورق الفوم، ممكن تحددوه بقلم رصاص او اللي هي بعصاية شوي. بعد ما حددنا الشكل ده من الباترون هنيجي عند الخط اللي احنا حددناه من المستطيل، وهنبدأ نرسم جزء تاني زي ده. لو انتوا تعرفوا تظبطوا المقاسات على ورق الفوم على طول تقدروا تبدأوا تاخدوا المقاسات على ورق الفوم، لكن انا افضل الباترون. لو انتوا هتعملوا كميات كبيرة من التوزيعات هيبقى سهل معاكم ان انتوا تقصوا على طول على ورق الفوم. جبنا باترون الشنطة بالشكل ده، بعد كده هنجيب المقص وهنبدأ نفتح فتحات حوالي 1 سنتي. وهنجيب لزق الشمع وهنبدأ نحط على الطرف من بره. وهنبدأ نثبتها كده. هنبدأ نعمل كل جزء بنفس الشكل.
بعد كده هنجيب الفوم الابيض والبني وهنبدأ نرسم بطرون الخروف. ده هيبقى جسم الخروف. ده هيبقى الجزء اللي هو من فوق فرو الخروف. وهنرسم الراس، هترسموها بالشكل ده كده، وهتعملوا الودان بتاعة الخروف. والرجل بتاعة الخروف هتبدأوا ترسموها بالشكل ده، وهتبدأوا تقسموها نصين. هنبدأ نقص البطرون وهنبدأ نثبت أجزاء الخروف. والرجل بتاعة الخروف اللي رسمناها هنقصها اتنين. هنبدأ نثبت للخروف عينين بالفوم الأبيض. وبالقلم البني الألوان هنبدأ نحدد شكل عين الخروف من جوه. وممكن تعملوا له فيونكة كده بالفوم اللي هو الأحمر، وهنبدأ نثبته في الجزء ده. جهزت 3 بلالين ولزقتهم مع بعض بالشكل ده. هتقصوا بالونة على شكل بيضاوي بالشكل ده، وهنبدأ نثبتهم كده مع بعض. هتثبتوا واحدة فوق التانية جميلة كده، هيطلعوا معاكم بالشكل ده. هنبدأ نثبتهم في الجزء ده من الشنطة، هنثبت في الجزء ده شريطة من الفوم عشان تدينا شكل الخيط بتاع البلالين. وبالقلم الألوان هنبدأ نعمل شكل فيونكة صغيرة كده. هنجيب شريطة من الستان عشان نبدأ نقفل بيها الشنطة بتاعتي بعد ما نبدأ نحط العيدية والتوزيعات اللي انتوا حابين تحطوها جوه الشنطة. بعد كده هنبدأ نثبت شريط الستان كده على الجنب، ومن الجزء ده هنثبت شريط الستان، هنحط لزق شمع. هنثبت جنب واحد بس وهنبدأ نربطه على شكل فيونكة. آخر حاجة هنعملها هنبدأ نجيب القلم وهنبدأ نكتب هنا عيد سعيد، أو هتكتبوها بإيد على حسب ما انتوا حابين. أنا هنا هكتبها بإيد. شكل التوزيعات بعد ما خلصتها تقدروا تعملوها بالالوان اللي انتوا حابينها. اتمنى ان يكون الفكره عجبتكم، وان شاء الله المقاسات هكتبها لكم في صندوق الوصف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا رايكم تحت في التعليقات، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله بفكره جديده.